حياكم الله من جديد. في الوقت اللي تم فيه تعليق الدراسة بمدارس وجامعات المملكة كإجراء احترازي للسيطرة على فيروس كورونا، أتساءل بعض أولياء الأمور الذين يدرس أبناؤهم في المدارس والجامعات الخاصة، أما إذا كان يحق لهم رفع طلب بعدم تحصيل الرسوم الدراسية المتبقية أم لا. هذا هو موضوع حلقتنا أو موضوع فقرتنا القادمة، والتي سنتحدث فيها عن التبعات والانعكاسات على التعليم الأهلي تبعا للجائحة التي نمر بها اليوم، مر بها كل العالم. سنناقشها من الجانب القانوني، سيكون معنا هناك أولياء أمور، سيكون معنا مستثمر أيضا في القطاع الأهلي، سيكون معنا أحد الطلاب والطالبات للحديث أيضا عن مدى الاستفادة اللي اليوم يحصلون عليها من خلال هذه المدارس. اسمحوا لي بداية نرحب بالأستاذ حمود الناجم الخبير في الأنظمة القانونية. مرحبا بك أستاذ حمود، شكرا لتلبية الدعوة. سهلا فيك، حياك الله. الله يحييك. اليوم في ظل هالأزمة اللي يمر فيها كل العالم وتمر بها كل اقتصاديات العالم، هل تتوقع أنه يصير في خفض في الرسوم؟ وهل هناك سند قانوني أو شرعي يمكن الاستناد عليه عندما نتحدث عن ضرورة خفض الرسوم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا إذا تكلمت يعني في ظل هذه الجائحة التي يعني عمت المعمورة ولم تستثني أحد، والكل حقيقة يعني يقع تحت تأثيرها، يعني على أي درجة كان هذا التأثير وعلى أي درجة كان هذا التأثر، إلا أنه في ظل هذا السؤال القائم وخاصة فيما يتعلق بالعقود، العقد الذي بين يعني ولي الأمر وبين المدرسة الأهلية هو مثل أي عقد، يخضع للظروف التي تؤثر عليه، يخضع لإنقاص الالتزامات، يخضع للتخفيض في القيمة المقابلة، يخضع لانعدام المنفعة أو التقليل من قيمتها على أي وجه كان يعني هذا النظر. على هذا المقتضى نقول أن ما يتعلق بالمدارس الأهلية، وباعتبار أن هذا العقد يعني هو عقد معاوضة في مقابل الحصول على تعليم جيد بطريقة جيدة بأسلوب جيد في مكان جيد في المدارس الأهلية، هم يستحقون مقابل مالي تم الاتفاق عليه. إلا أنه وبعد يعني قرار التعليق بدت هذه التساؤلات، ولها وجاهة قانونية قوية ولها اعتبار ولها مشروعية. مبدأ الاستحقاق الكامل سنتوقف فيه، مبدأ الاستحقاق الكامل يقابله منفعة كاملة، وهذه تعطلت وتعثرت وتأثرت بهذه الجائحة وتوقفت. كيف بس يلي تشرح أستاذ؟ يعني أنت تستحق قيمة المقابل المالي مقابل التعليم الذي يحصل عليه الأبناء في الظروف العادية، الظروف المعتادة التي لا تتأثر، يروح للمدرسة ويحضر المدرسة، يحضر يوم كامل دراسي ويستفيد من الخدمات التي تقدمها المدرسة، من الأنشطة الفرعية التي لا تتوفر إلا في هذه المدرسة. والمدارس تختلف في هذا يعني الاتجاه، تختلف في المنتج التعليمي باعتبار أن في يعني منتجات تعليمية إضافية على التعليم الذي أقره وزارة التعليم، وهذا معروف في المدارس الخاصة. لكن بما أنها أصبحت يعني في تعطل كبير في هذه النائحة في هذه الناحية، وأصبح أيضا الطالب حقيقة لا يستفيد إلا على قدر يسير، وأنا أقول لك يسير جدا، يعني مع ملاحظة وهذه يجب أن نشيد فيها ويجب أن نذكرها ويجب حقيقة أن نبرزها، أن وزارة التعليم قد استجابت استجابة فورية في وقت قصير وبطاقة كبيرة جدا وببرنامج حقيقة غير مسبوق، يعني يجب أن نحفظها ويجب أن تكون يعني أن تكون يعني ميزة في وزارة التعليم خاصة في وقت قصير. لكن استحقاق المدارس الأهلية في مقابل الرسوم، وبالمناسبة المدارس فيها الآن من يطالب، يعني يرسلون رسائل ويتصلون ونبغى الرسوم المتبقية، نقول لا، هذا الجانب يخضع لتقديرات معينة. نحن نقول يعني ليس هناك استحقاق لهم، هم يقدمون الآن عن طريق التقنية وعن طريق يعني البث التعليمي، لكن هذا يخضع لتقديرات معينة، يخضع لقدر معين. يعني بمعنى احنا افترضنا ان اي تأثير عليه ينقص من قيمته، هل سيكون النصف؟ هل سيكون الربع؟
هل سيكون 3/4؟ من يحدد هكذا؟ يعني من يحدد؟ احنا اليوم يعني قطعنا تقريبا شهر ونص، هذا طبيعي، قطعنا شهر ونص من اللي كان فيه التعليم يمشي بشكل طبيعي، نعم. والعملية التعليمية تصير بشكل طبيعي، بعدين صدر القرار السامي، نعم، بالتعليق. بعد التعليق هل المنفعة، هل أنا أجي أقدر اليوم أروح للمدرسة وأقول يا أخي أنا ما أخذت منفعتي كاملة منك، فرسومك مو المفترض تأخذها كاملة، هل يجوز شرعا قانونا القول بذلك؟ يا أخي فيه نظريات في القانون، نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة، وبالمناسبة يعني هاتان النظريتان ترى تتفق في أحكامها مع يعني أحكام القواعد العامة الشرعية في الاستحقاق، يعني فبالتالي لا، بالتأكيد أنك لا تستحق كامل القسط المتبقي، بالتأكيد أن ما قدمته من خدمات عن طريق الأونلاين والتعليم عن بعد، وبالتأكيد أنه لا يرقى للمنفعة التي يحصلها الطالب في حضوره للمدرسة بالطريقة المعتادة أو بالطريقة التقليدية، فبالتالي لا شك أن هذه مسؤولية، يعني من الناحية يعني التبعية الإدارية لوزارة التعليم ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، باعتبار أن وزارة التعليم هي التي تشرف على الجهة التعليمية فيما يتعلق بالمواد الدراسية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بعقد العمل الذي يعني تخضع له. ودي أفصل معك بهالنقطة إذا سمحت الأستاذ حمود، لكن اسمح لي أخذ معي فيصل عسيري وهو ولي أمر لطالب وطالبة في مدارس أهلية. حياك الله معنا أخوي فيصل. هلا حياك الله، السلام عليكم. عليكم السلام أخوي فيصل، عندك تجربة أنت مع المدارس الأهلية، سؤالي لك، هل وصلت لك اليوم رسائل بضرورة السداد مع بداية انتشار الفيروس خلال هذه المدة اللي ينتقل فيها التعليم من التعليم العادي إلى التعليم عن بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما بذلوه من جهود وخدمة الوطن والوطن والمواطن والمقيم في شتى المجالات. أما بالنسبة للرسائل التفاعلية اللي وصلتنا من المدارس، ما وصلني من المدارس غير ورسائل سدد القسط المتبقي، سدد الترم الثاني، سدد، حتى أنهم وصلوا بهم أن بعض المدارس تطالب بدفع رسوم النقل. كيف رسوم النقل؟ رسوم النقل اللي هو رسوم المواصلات، الباص. ما هو ما نقل أحد أعطيه؟ نعم، ما نقل أحد، ما درسوا إلا 6 أسابيع تقريبا، وهو يطالبك ب بسدادها اليوم خلص لأنك أنت اتفقت معه، يطالبني بكامل كامل المبلغ رغم أنك ما استفدت إلا شهر ونص منه، بما فيها رسوم النقد. نعم سيدي خادم الحرمين الشريفين اليوم أصدر أمر كريم الله يطول بعمره، صحيح، بدفع 60% من رواتب القطاع الخاص، يعني تكاد تكون خسارتهم معدومة. طيب أنا بناقش هذه إذا تابعنا أخوي فيصل، وهو كلامك صحيح لكن عاد مين معدومة، خلينا بعد شوي نناقشها ونسمعها، بس بسمع منك اليوم اليوم بعد التعليم عن بعد، أثر التعليم على أبنائك زي ما هو أثر التعليم لما يكونوا موجودين في المدارس العادية، أنت كأب كولي أمر؟ والله يا أخوي هذا شيء جديد عليهم طبيعي، وشيء جديد عليهم صعب يتأقلمون عليه، صعب انك تخلي عندي طفل ثاني ابتدائي، صعب اني اخليه على الجهاز 2-3 ساعات اقول له تابع صلح كذا صلح، طبعا ملزميننا في دخول وحضور في منصات تعليم حقتهم المدارس الاهليه ومرسلين على الواتساب، يعني هذا وكمان متكلفين باجهزه من اللابتوبات او من بي سي او شيء زي كذا، انا متكلف بها هنا في بيتي، صح، اضيف الى ذلك اني ادفع كمان رسوم، صح، ولا وانت بتكلف انترنت على فكره بعد، وانترنت، وطبعا عيالي انا جالسين في بيتي ما طلعوا ما راحوا لا يعني عندهم استهلكوا مرافق المدرسه ولا وسائل تعليميه استفادوا منها، ولا ما شاء الله تبارك الله المدرسه الشهر هذا تقريبا الفاتوره الكهرب عندهم يقارب صفر. طيب شكرا جزيلا لك اخوي فيصل، هي مو بس فاتورة الكهرباء، فاتورة كل شيء عندهم صفر، يعني مفترض انهم المدرسة ما تعمل، يعني كل مواردها ما تعمل. بس اعود لك استاذ حمود، هل اليوم لو تحدثنا عن خفض
في 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 هذه الرسوم. طبعا احنا يعني نحتاج على ما يقال يعني سددوا وقاربوا، نحتاج بس نفهم الامر. هل اليوم لما نقول انه احنا نحتاج نخفض الرسوم، رسوم المدارس هذه، او نلغي هذه الرسوم ايا كان ما سيتخذ في حال اتخذ قرار، الاثر على المعلمين والمعلمات اللي يعملون اليوم، في تخوف يقول لك راعي المدرسه يا اخي انا اليوم ما اقدر ادفع معلمين ومعلمات، ما اقدر ادفع رواتبهم وانا ما عندي رسوم. طيب بما ان يعني خادم حرمين الشريفين وفقه الله يعني اصدر امره الكريم بان تتحمل الدوله ما نسبه 60% من رواتب السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص والمشمولين بنظام يعني منع التعطل عن العمل، والمدارس الاهليه داخله في هذا الاطار. نعم. يعني داخله باعتبار انها قطاع خاص، باعتبار ان السعوديين الذين يعملون في المدارس الخاصه مشمولين ايضا بهذا التوجيه الكريم، فبالتالي حقيقه ان المتعين على المدارس الاهليه والتفاعليه الطبيعيه والعلاقه التي تقوم بينهم وبين اولياء الامور وبينهم وبين الطلاب ايضا، ان يعني يكون هناك تقدير لهذا القسط، وان كان الاستحقاق المتفق عليه اللي هو الشهر ونصف، ما زاد عن ذلك حقيقة أنه محل نظر، ومحل نظر كبير جدا لأسباب كثيرة. يعني يكفي من هذه الأسباب أن الدولة تحملت 60%، يكفي أن كثير من المنافع التي تم التعاقد عليها المدارس الخاصة لا تعذرت أصلا، تعذرت تماما بسبب الظرف القاهر، بسبب الظرف ما في شك. يعني الأمر الثالث أن الجائحة ليست على يعني على ناس مخصوصين، صح، الجائحة هذه عامة على يعني على العالم بأجمعه وبأكمله وعلى كافة القطاعات وعلى كافة يعني المنتجات. فبالتالي حقيقة أن هذا محل تقدير ومحل نظر، ولابد أن وزارة التعليم بحكم التبعية الإدارية، وزارة الموارد البشرية والتنمية بحكم أيضا التبعية فيما يتعلق بعقود العمل، أن يكون لها توجه في هذا الخصوص، خاصة أن المدارس الأهلية فيه جانب مهم ويجب أن نركز عليه اللي هو مستوى التعليم. يعني مستوى التعليم أنت لن تحصل عليه بالتقنية المباشرة الآن. الأمر الآخر حقيقة كلنا اشتركنا في التعليم، الأب اشترك والأم اشتركت، يعني الوسائل التعليمية اللي وزارة عن طريقها الاتصالات، يعني الاتصالات الشركات، شركات الاتصالات، الهيئات المعنية بالأمن الإلكتروني، كل الجهات اشتركت. وأيضا فيه أيضا مدارس حقيقة لم تستطع لضعف التقنية لديها أن تتفاعل مع منصة تعليمية وتعطلت تماما. وهذا جزء مهم جدا، لك اسمح لي أخذ منك بعد الفاصل، فاصل ونعود. حياكم الله من جديد، حديثنا عن المدارس الأهلية، هل لابد لها من إعادة النظر في رسومها تبعا للظروف القاهرة والقائمة حاليا، ومع كل الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم القطاع الخاص وتمكينه، هل يفترض أن تعيد هذه المدارس النظر في رسومها واستحقاقاتها؟ معي لحديث حول هذا الموضوع الأستاذ حمود الناجم الخبير في الأنظمة القانونية. أستاذ حمود، كنا نتكلم قبل الفاصل عن الاستحقاق والتكلفة، وتكلمت عن جزئية مهمة جدا، هي قضية مشاركة العملية التعليمية مع أكثر من جهة، والأهم مشاركتك أنت كولي أمر وكأسرة في العملية التعليمية من خلال تكلفة إضافية تتكبدها. في أسر شرت أجهزة، اللي عنده 3-4-5 عيال الله يعينه، يعني شرى له 6,000-8,000 ريال لأنه بوقت واحد، لأنه بوقت واحد ما يقدر يخليهم كلهم على لابتوب واحد. الانترنت غالبا أنت تحتاج حجم معلومات كبير جدا، فتكلفته برضو عالية جدا. هل يحق لي أيضا أنا
إني أجي للمدرسة أقول له يا أخي أنا هذه التكلفة برضو أنا تكبتها في العملية التعليمية. صحيح. تعال عوضني عنها. نعم نحن نقول يعني المدارس الأهلية ومثل ما ذكرت لك يعني بحكم يعني التبعية وبحكم أنها مدارس يعني لهم سنوات فيها لا يمنع أن يرحل هذا القسط المستحق إلى الترم القادم بإذن الله تعالى في السنة يعني التعليمية القادمة بحيث يعني لا يستوفى منهم. يعني في ناس دفعوا القسط كامل القسط الثاني نقول يعني يقدر بقدره ثم يرحل الجزء الباقي إلى السنة القادمة بإذن الله تعالى بحيث أن ولي الأمر لا يطالب بدفع الأقساط عن السنة 1442. واللي دفع القسط كامل يقدر يجي يقول نحن نقول المدارس ترحله بحيث يكون لا دفع اللي دفعه كامل يعني كامل المستحق وقال لهم يا جماعة أنا ما خذيت إلا شهر ونص لا ترحلون لي يعطوني بس جزء من النصف الأول. نعم يستحق أن يسترجع هذا قانونا. اي طبعا لان هذه عقود يا اخي يعني اذا دخلنا في النظريات ودخلنا يعني في القوة القاهرة والظروف الطارئة نحن نقول هو التعليم استمر لكن ليس بالكفاءة المطلوبة. طيب. ليس بالكفاءة الطبيعية التي يتعلمها الطالب. هذا المبدأ انا اقول لعل المدارس توجد حل تتفق عليه وان كانت يعني كل مدرسة لها ظروفها ولها خصوصيتها لكن مسألة استحقاق القسط كامل للمدارس في ظل هذه الظروف يعني بلا شك أن هذا محل نظر ومحل نظر كبير. طيب اسمح لي أن أستضيف معي بعد عبر الهاتف الدكتور ثنيان النويعم المستثمر في قطاع التعليم الأهلي. حياك الله معنا دكتور ثنيان. أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ جمال. حياك الله دكتور. أبغى أسمع وجهة نظرك كمستثمر في قطاع التعليم الأهلي فيما يتعلق برسوم الطلبة تحديدا في المدارس والجامعات الأهلية. أولاً الحقيقة يعني أشكركم على شكراً لك الاهتمام بهذه الزوايا المهمة في هذه الساعة الحقيقة وحديث الساعة. وأولاً يعني أحب أن يعني ندعو الله عز وجل أن يكشف الغمة عن آمين عن بلادنا عن بلاد في كل العالم هذا الوباء الذي سيطر على العالم بإذن الله تعالى. ونتقدم بالشكر الجزيل ودعاء لقيادة المملكة العربية السعودية الرشيدة التي بذلت كل الجهود التي الحقيقة المذهلة والهائلة في التصدي لهذه هذا الوباء بشكل احترافي جدا وأيضا لتعاون المواطنين والمقيمين في هذا البلد في هذه الحملة. ما يخص الموضوع الرسوم زي ما تفضل ضيفة الكريم هي عملية تعاقدية ما بين ولي الأمر وبين المدرسة مثل أي جهتين أخريتين فيها طرفين. العملية التعليمية المرجع الأساس في هذا الموضوع هو وزارة التعليم. لا زال التصريح الرسمي لوزارة التعليم والتعاميم الواردة للمدارس من قبل وزارة التعليم هي أن التعليم مستمر حتى الآن وفي الاختبارات في موعدها ولم يصدر أي شيء خالف هذه الأجندة. طيب هذا معروف دكتور ثنيان أنا أسألك عن رأيك. نعم هذا معروف أسألك عن رأيك في جانب خفض الرسوم اليوم ضمن القوة القاهرة اللي يتعرض لها كل العالم. أي أنا أتحدث طبعا أنا أتحدث الآن عن النظام القائم الآن أن العملاء يعني هناك إشكالية فيما يخص هل التعليم الآن المطروح هو التعليم الآن المدرسة لا تقدم الجهد المطلوب وهذا طبعا غير صحيح. الآن المدرسة كل المدارس ملزمة بأن الطاقم التعليمي يؤدي عمله بكل يعني بكل طاقته ويتواصل عن طريق منصات التعليمية مثل المنصات المعتمدة من وزارة التعليم والمدارس الخاصة أيضا تقدم منصات بنفس الكفاءة وتكون أحيانا بشكل يعني أدق وأكبر. وهذا طبعا هذا الموضوع أقصد أني أؤكد عليه أن العملية التعليمية هي مستمرة ولا يوجد إلا التعليق الدراسة أو الذي حصل هو تعليق الدراسة عن الحضور للمدرسة من قبل الطلاب المعلمين. يعني أنت تشوف دكتور ثنيان أما ما يخص لا أقصد أما ما يخص الرسوم فهناك إشكالية الآن أكثر مدارس للمعلومية
ما لم تحص هناك إحصائية يمكن خلال اليومين الماضيين من بعض الزملاء المستثمرين في المناطق المملكة المختلفة من خلال التواصل، مدارس لم بقي من رسومها أكثر من 30% و35%، وأحيانا بعضهم 40% لم تسدد الرسوم. هؤلاء طبعا ستكون هناك إشكالية في حالة ما إذا طرح موضوع اللي هو التخفيض الرسوم. وش الإشكالية؟ وش الإشكالية؟ أو مقاييس معينة. وش الإشكالية طيب يا دكتور؟ فيما؟ أنت تقول بيكون في إشكالية إذا تم التخفيض، وش الإشكالية؟ الآن بالنسبة للمدارس لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاه موظفيها وتجاه معلميها في مقابل، لأن الرواتب التي تصرف للموظفين تمثل نسبة كبيرة جدا من إيرادات المدرسة. كم تمثل من نسب؟ يعني أنت اليوم مستثمر، كم تمثل رواتب العاملين في المدارس من دخل؟ أكثر 70-75% من الإيرادات المدارس. من الإيرادات غير المصروفات الأخرى. نعم. أي من الإيرادات يعني غير المصروفات الأخرى. كم باعتقادك ممكن تنخفض أرباح هذه المدارس نسبة؟ تنخفض بسبب أي تخفيض الرسوم. أنا ما أتكلم عن إيرادات أرباح الحين، أنا أتكلم عن الرسوم. لا طبعا ما تستطيع أنك تقول نسب، لأنه مثلا تخفيض الرسوم هذه أصلا يعني هي غير واردة نظاما إلا بالتنسيق مثلا بين المدرسة وبين ولي الأمر. طيب. إذا ولي الأمر نسق مع المدرسة. إيه؟ لكن ما يحصل بعض الناس هو رفض أن يسدد كل ما بقي عليه. يعني بعض الناس عنده هذا التوجه. إحنا ما ندري أصلا نحيا ولا نموت عشان نسدد اللي جاي يعني. لا طبعا أنا لا هو هي يعني يا دكتور. طيب دكتور طيب اسمح لي بس تبقى معي إذا تكرم دكتور. ثنيان قال إنه اليوم يا جماعة العملية التعليمية مستمرة، وهذا وفق المرجع الأساسي للعملية التعليمية وزارة التعليم ما تم هو تعليق الحضور للمدارس، لكن العملية التعليمية بكامل أدواتها مستمرة. أنت قبل شوية أستاذ حمود تقول إنه العملية التعليمية ليست مكتملة وأنه يحق لليوم من يستفيد من المدارس أن يطالب بخفض الرسوم. كيف طيب تعلق؟ أنت أستاذ جمال عندك شك في هذا؟ أنا ما عندي شك، هو اللي عنده شك. أنا ما لي دخل يعني، هو معنا الدكتور ثنيان. إحنا لا نناقش أمر يعني غيبي وخفي، إحنا نناقش أمر مشاهد وممارس، وكل الأسر وكل العوائل وكل الأباء وكل الأمهات يشاركون في هذا. يعني مسألة التعليم أولا أمر جديد وطارئ، مثلما أن هذه الحادثة حادثة طارئة كذلك طريقة أسلوب هذا التعليم هو أمر طارئ. وشكرنا في البداية وزارة التعليم على سرعة يعني الاستجابة وسرعة اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمنصات التعليم. طيب. هذه ليست محل جدال. الأمر الآخر، حتى الطالب والطالبة من الصف الأول ابتدائي إلى الثالث ثانوي لا يستطيع أن يتكيف مع هذه الطريقة، طريقة التعليم بالمنصات الموجودة الآن. الأمر الآخر، ترى المعلوميات كل مدرسة لها وقت. في مدارس تقول إحنا بنبدأ من الساعة 4 عصر إلى الساعة 7، في مدارس تقول إحنا بنبدأ من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12، اتفاقيات يعني فيما بينهم. يعني الهدف من هذا ما هو؟ هو أن يتم تحصيل العلمي وفق يعني المجريات الطبيعية. هذا يعني متعذر الآن إلا في حدود معينة. هو يقول لك الدكتور ثنية يعني المنفعة موجودة، هذا أمر. الأمر الآخر، بعد يعني الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين بدفع ما نسبة 60%، أصبحت شبه مجانية تقريبا، أصبحت الرواتب التي يتم يعني ضمانها للسعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص بما فيهم المدارس الخاصة أصبحت الآن يعني تقريبا يعني دفع منها 60% من المرتبات. هذا حقيقة فيه ضمان لاستمرارية القطاع الخاص فيما يتعلق بالموظفين السعوديين، فيه تحمل يعني التكاليف. طيب. الأمر الآخر، حتى فيما يتعلق بالإقامات يعني للأجانب تم تمديدها تجديدها جددت لمدة 3 أشهر. صح. أعفي منها. فبالتالي نظرية التعاقد أصبحت الآن غير متوازية. ولي الأمر الذي تعاقد مع المدارس أصبح هو الطرف الضعيف، أصبح هو حقيقة الذي يعني يجب أن تخفض القيمة بما يتوازى
مع المنفعة التي حصل عليها الطالب في هذه يعني الفترة الدراسية. المسألة يعني حق واستحقاق. طيب وليست المسألة مسألة يعني أن ينشأ هناك يعني عناد بين المدارس وبين أولياء وبين الأمور. أولياء الأمور. طيب دكتور ثنيان سمعت تعليق الأستاذ حمود تفضل باختصار لو سمحت. نعم هو الحقيقة يعني الكلام اللي تحدث فيه يعني في هناك أشياء ما هي غير واضحة. أولا أنه يتحدث عن التعليم الأهلي، التعليم الأهلي أولا طبعا القرار الملك الكريم الذي صدر اليوم لا شك حقيقة أنه مكرمة ملكية كبيرة جدا للقطاعات كلها بشكل عام. فما يخص التعليم الأهلي طبعا هو سيبدأ بشهر 5 من شهر مايو، وهناك شهر 3 و4 الآن طبعا لا يشملها القرار هذا، لكن سيحل مشكلة كبيرة جدا في جميع القطاعات. بالنسبة لقطاع التعليم الأهلي تعرفون هناك مدارس أهلية ومدارس عالمية انترناشونال. المدارس العالمية أغلب المعلمين فيها معلمين أجانب بحكم اللغة يعني. طبعا أكيد ستكون الاستفادة من هذه المدارس أقل. فأيضا كل المدارس الأهلية فيها نسبة من التعودة هي اللي تختلف من 30% إلى 50% إلى 60%. نعم. مدارس البنات إيه؟ لا شك أنها تكون نسبة. طيب أنا والله نسبة السعوديات فيها 100%، وبالتالي تختلف أيضا هذه معايير مختلفة فيما يخص أنه هذا المعيار يعني يؤخذ لتخفيض نسبة رسوم معينة. أما ما يخص نسبة التخفيض الرسوم، أنا أتصور أن هذه عملية تعاقدية بين ولي الأمر وبين الطالب وبين المدرسة، والمدرسة أعتقد أنها عندما يعني يكون هناك تفاهم ما بين ولي الأمر والمدرسة سيكون هناك اتفاق، مثل لأنه هذه عملية التواصل ما بين ولي الأمر وبين المدرسة ترى من سنوات هي عملية فيها بينهم يعني تناغم كبير جدا بين ولي الأمر والمدرسة يعني سنوات أولادهم نعم. المدرسة، وبالتالي هذه إشكالية ما أتوقع أنها حتى انها جديره انها تطفو على الصف. وهذا امر جيد دكتور ثنيان، احنا نتمنى ان شاء الله انه اولياء الامور والمدارس يصلون الى تفاهم. شكرا جزيلا لك، انا اعتذر منك وقت انتهى، كنت حاب اسمع منك اكثر. كذلك شكر موصول الاستاذ حمود الناجم الخبير في الانظمه القانونيه. الرساله الاخيره يا جماعه، احنا نتوسم في رجال الاعمال والمستثمرين في قطاع التعليم الاهلي كل خير. اليوم احنا في ازمه ليس فقط في منطقتنا وليس فقط في المملكة وليس في مدننا، في العالم كله كثير من الأسر تضررت اليوم، كثير من الأشخاص اللي اليوم أبنائهم يدرسون في التعليم الأهلي هم عاملون في قطاع خاص تأثرت دخولهم بشكل أو بآخر. نتوسم اليوم الخير في المستثمرين اليوم، يعني ما له داعي يصدر قرار من وزارة التعليم أو الجهات المعنية، ندري أنه الحكومة تقدر. يا أخي احنا نبغاها مبادرة منكم للناس، نبغاها شيء أنتم تقدمونه لوطنكم. ندري أنكم اليوم قاعدين تتضررون، كل الناس قاعدة تتضرر، الكل اليوم قاعد يتضرر، لكننا قاعدين نصبر لأنه اليوم إحنا في أزمة. الوطن كله لازم يوقف، هذا واجب وطني، واجب شرعي، واجب إنساني، يفترض أنكم تتخذون القرار فيه قبل ما يجيكم القرار من فوق. أنا حقيقة يعني لو سمحت بس جدا طبعا أتمنى حقيقة من يعني من يخضع لنظام العمل العمال أن يعني يطلع على المواد من 74 إلى 82، ويطلع أيضا على الفصل الرابع فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة. نعم. هذا القصد منه أن يحصل على شيء مما يستحقه، لأن الحقوق محفوظة. أحسن. وهذه الأنظمة حقيقة ما سنت ولا شرعت إلا لحفظ الحقوق. شكرا جزيلا لك، فاصل ونعود.